وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد تعليمة جديدة للولاة، دعا فيها مجدداً إلى ضرورة تطبيق الصارم لتدابير الحجر، وجاء في التعليمة أن المواطنين ملزمون بالحجر ما عدا في حالات خاصة، وتسمح الحالات الخاصة الاستثنائية ببعض التنقلات برخص أو من دونها. وأضاف جراد أن عقوبات سيتم تطبيقها ضد مخالفي إجراءات الحجر وتتمثل في الحبس لثلاثة أيام على الأكثر وغرامات مالية بين 3000 و6000 دينار ضد كل مخالفي الحجر. كما أمر جراد بحجز السيارات والدراجات النارية للأشخاص المخالفين لقواعد الحجر الصحي وإيداعهما في المحشر. وأشارت التعليمة إلى أن المتاجر المعنية بتموين السكان يجب أن تبقى في النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات بتوفير كل الشروط الضرورية. تسليم رخص التنقل لتجار ومستخدميهم والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم قيد النشاط. في حال رفض التجار فتح محلاتهم وإذا كان الغلق يؤدي إلى عدم تموين الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار. رفض الامتثال لهذه التسخيرات التنظيمية للتجار يؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون بغرامة من 1000 إلى 10000 دينار والحبس من 2 إلى 6 أشهر أو إلى إحدى هاتين العقوبتين فقط.